السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشرح سوف نقوم بشرح جهاز الفولتميتر وبالضبط كيفية قياس التيار المتردد كمقبس الكهرباء. الآن سوف أول حاجة سوف نقوم بتوصيل المقابس. كيف سوف نعرف المكان؟ سوف ننظر للأسفل هنا كما ترون لقياس الفولت متر. التيار المتردد والتيار المستمر 600 فولت الماكس، التيار البعيد فقط يوجد فيه 220 فولت. حسنا، سوف نضع في المكان الأول والمكان الثاني. نضع الأسود ثم الأحمر هنا، وهنا سوف تجد الوحدات لقياس التيار المتردد هنا 200 600، ولقياس التيار المستمر هذه الوحدات. أنا سوف أقوم بقياس التيار المتردد هكذا. الآن تابعوا معي الشرح. الآن سوف أقوم بتوصيل المقابس إلى الكهرباء. أقوم بتشغيل الكهرباء ثم نضعهم بالاثنين مرة واحدة هكذا. الآن سوف نشاهد كما ترون 227 فولت 24. هذا هو شرحنا لليوم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس كي تتوصلوا بالدروس الأخرى إن شاء الله.